اتفضل يا بي. شو بابا؟ شايفك مو قافلة الباب اليوم. مشان ما تلبك حالك وتفكر ليش قافلته. شو في داعي اقفله؟ بابا، انت ليش ما عم تاكلي؟ مشان شو؟ شلون مشان شو؟ الواحد بياكل مشان يعيش. مشان شو؟ شلون مشان شو؟ مشان يتجوز ويخلف ويربي. مشان شو؟ بابا سميرة، انت عم تسمعيني ولا معلقة الاسطوانة؟ لا يا ابي عم اسمعك. مشان شو بدي اعيش؟ مشان شو بدي خلف وربي؟ قلي مشان شو؟ ليكو على الحكي، هي سنة الكون بابا. ماشي يا ابي ماشي، بعدين باكل. على كل، انا مو مشان هيك جاي، انا محضر لك مفاجأة. مخلص قال ايه؟ لا مخلص ما قال شي، بس انا من عقلي وبدون ما تتصل مرت عمك، بس يسافر مخلص رح اخذك لبيت عمك تقضي عندهم طوال النهار منيحة. بس يسافر مخلص؟ شايفك ما انبسطتي. طيب شو رأيك اخذك لبيت خالتك؟ خالتك اشتاقت لك كثير، بس قبل ما نروح منتصل، إذا قبل خالتك هنيك ما منروح. يلا بابا قوام قوام، هلا امك بتكون مشتاقة لك ناطف قلبها عليك. امتى بدك ترجع تاخذني؟ خلص هلا بعدين بعدين، اطلع هلا اطلع. والكتب والدفاتر بدي حل الوظيفة. لك انو كتب ودفاتر؟ خود هي مصاري، خلي امك تشتري لك كتب جدد قوام. مو قصة المصاري، الاسئلة بالدفتر اللي عم بيت عمي. لك خلص هلا الدنيا بكير، بتروح لعند حدا من رفقاتك تتنقل الاسئلة. لك مو عن القصة، يا ريتك قلت لي كنت جبت معي دفتر. لك ايه ما عم تفهم علي انت، ما عم تفهم بعدين بتفهم بس تخطب. ما كانت محسوبة هالصيدة. طلع قوام. صدت شو مرزو؟ لك شو صيدة شو؟ بس الواحد يطلع مع اللي بيحبها، شو بتسميها هاي؟ ليك أنا مالي مستنطين مشوار ابنه، لف ورجع. لك شبكي شو حكينا؟ أخي ما بعرف، لف ورجع ولا كلمة. لك أنت مرتي شو مستنطفة؟ مالك مستنطفة؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ما تأخذني، مالي عاقدة على الشغلة لسه، مدري ليش هيك حاسة حالي عم بعيش معك قصة رومانسية ولا كأني مرتك. لك لكن ليش أنا عم طالعك مشوار؟ مشان تحسي هالشعور وهالإحساس، عرفتي كيف؟ بكرة بس بيبلش زق الأغراض من الدكاكين، ما بيعود في رومانسية. بنوب عمي أبو صالح، شلون الرجال قبل كان يفرض احترامه على المرأة؟ ما فهمت شلون يعني؟ ها شلون بدي أقول لك؟ يعني بتلاقي واحد ممسوخ مسخ، شكله مثل القرد، آخذ واحدة مثل القمر، واحد منتوف عايف التكنة تبعه، آخذ واحدة غنية، مع هاد كله كلمته عندها ما بتصير تنتين. شو السر دخلك؟ إيه ما في سر، قبل الرجال كان يشغل الكرباج، يعني استفتح تمها مش فاقه دغري. اي والله هيك لازم يكونها. سو جميل ليكون ناوي تسوى حدا. لا وفاء حبوبتي، من تطليعة واحدة بتفهم علي، ما في داعي استعمل ايدي منوب. عفوا. الو اهلين اهلين اهلين. لا والله حبيبتي بالدكان، انا وين بدي اكون يعني؟ حاضر. الوالدي. هلا لو اخذنا عماد معنا ما كان احسن؟ كانه كان بدك عماد يروح معنا. لك لا مو هيك القصه، بس يعني بدي اياه يتعود علي، ما بدي اياه يحسني اني عم فرقكم عن بعض او انا بداله، بصير بكرهني.
يحس شو ما بده يحس، بدي اخذ حريتي انا كمان، اذا بيروح معنا ما بنقدر نحكي ولا كلمه، كانه ما رحنا. انو حكي؟ ليش لسه في حكي بدك تحكيه وما بدك اياه يسمعه؟ لا بس مو كل ما بدي اقول لك بحبك بدي استناه لحتى يروح يقضي حاجه او يروح على الادب خاني لحتى احسن اقول لك بحبك، بدي اقول لك امتى ما بدي. ها غاز غاز شو؟ شايفتك رجعت تبيع غاز؟ ها وهي امناها ورايح ودي اناني الغاز كمان، مو معقول اخذك كزدوره واناني الغاز كلياتها هون تقعد تسلط شي وحده فوق راسك تفدخه. بركي اضطريت تنام هونك او شي احتياط. لا 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 ما رح نام، رح بروح شوف شو مهمتي وبرجع فورا. شفيق؟ اي شو رايك نعملها حجه؟ حجه شو؟ بتقله لمرزوق انك رايح تسكن بدرعا وانا صفيانة لحالي هون، خليه يروح يدبر محل تاني ينام فيه. برافو عليك يا ميادة، برافو عليك، فعلا هي فكرة مقنعة جدا، ومشان ما اطلع كذاب قدام مرزوق بعد لي كم يوم بدرعا. وين بدك تقعد؟ بلا ما اقعد. لا مو بلا، وين بدك تقعد؟ بالاوتيل بس على شرط تكوني معي. ها شرف مرزوق، تفضل. مرحبا شفيق. لك وينك انت؟ جيت امبارح ما لقيت حدا واتصلت ما حدا رد علي. اخي فوت عاوزك. خير اخي، المشروع اذا بدك اياه تبع مرزوق خده. شلون يعني؟ اخي نحن مو ظابط معنا، اذا بدك اعمل مشروعك انت وياه. وما بتزعلوا بعدين؟ لا ما رح نزعل، لو طالع بايدنا ايه، بس مو طالع بايدنا. ايمان كبرني شو عم تعمل هون؟ ابي مرته راحوا مشوار مشان ضل عندك لبكره. بعت لي حما عم تبكي. لا ما عم ببكي، قلت لك ما بدي اروح معك، روح لحالك. شو بيعرفني بدي يصير هيك؟ انا بترفي عن نفسك. تفوت وفوت وفوت فوت تقبرني فوت. بعت لي حما عليك، خلص ما عاد اطلع من البيت. يلا هلا دقيقتين انا بحضر لك الغداء. ايه جوعان ماي. بعت لي حما. لك شو هالريحه هاي؟ غاز. غاز منين اجى الغاز؟ ليكون نسيانين قنينة الغاز بالبيت مفتوحة؟ يا ريت، بس أبي عم يشتغل بياع غاز وأنا عم بطلع معه بعد الظهر مشان أشتغل معه. يا حبيبي سمعان بابا؟ بدل ما يقول له عاد اكتب وظائفك ودرس دروسك عم ياخده معه على الشغل. والله ما بعرف شو بدنا نعمل. بابا احكي معه الله يخليك، بركي بيرجع لهون. بحكي معه بحكي معه، بس أنتي طولي بالك. إيه بابا الله يخليك. لك شو بقى قميصك ليش هيك وسخ؟ من أنت مانك مغيره؟ ليش أنا غيرته؟ هذا القميص يلي رحت فيه من عندك. سامع بابا؟ القميص ما مغيره من وقت اللي راح منهم. ليش وقت بتتحمم ما بيعطيك اواعي جديده؟ ليش انا بتحمم؟ ما تحممت ولا مره. قولي بكره بياكلك الامل. سامع بابا ما تحمم من وقت اللي كان هون. ولك جده مالك صغير، اتحمم لحالك. وين بدي اتحمم؟ اذا مرت عمي بقول لها لفي لي سندويشه بتتضايق، بقى كيف اذا قلت لها احمي لي الحمام؟ وشو دخل مرت عمك كمان؟ شلون شو دخلها؟ ما نحن ساكنين هلا عند بيت عمي. سامع بابا الله يخليك، بتحكي معه خليه يرجعه لهون، ما بدي الولد يقعد تحت رحمة الغريب. شايف لك رح روق اوصو هاد، لانه الكلام ما بيخرق فيه، ما بيخرق فيه غير الاربيجي حارق خارق. يا شفيق يا شفيق شفيق افتح الباب. شفيق اهلين مرزوق، منيح جيت بوقتك، قدها معمي استناك جوا. شو بده قدها؟ هلا بتعرف شو بده فوت. خود عني. فوت فوت. ما بقدر بحرك الديسك معي. شلونك اخي؟ اهلين مرزوق. شو عم تسلمني؟ وينك وينك انت يا رب؟ دخلتني انا دخيلك انت يا فنان يا رافع راس بيت سنجا. خيو انا ما معي راس مال، نقلوني على درعا. شو هذا؟ شاهد ما شافش حاجه؟ ايه هلا شو بدنا بشاهد ما شافش حاجه؟ خلينا نكفي. احكي احكي سمعانك. اعمل مشروعك انت وادهم، انا ظرفي ما بيسمح لي. ما بتفرق معي انا، المهم انتوا تتفقوا، انا محلولي عندي. لذلك الله يرضى عليك بغيابي بتنتقل لعند ادهم. ليش لحتى انتقل لعند ادهم؟ ببقى هون بحرس لك البيت. لا حبيبي ميادة بقى يعني لحالها هون. وشو بقى اهلها ميادة هون؟ خليها تروح لعند اهلها لبين ما ترجع درعا.
بيتي موجود، شو بدي روح اعمل ببيت اهلي؟ حريش ليك الخيارات اعلامياتها شهاني لك. نزل نزل جيب لنا شي كيلو خيار اخي. خلينا نجيب على التالي هلا، شو بدنا بهالخيار وما خيار؟ خلينا نجيب على التالي نيم الاسكي. بتصير ها بتصير هيك ليك. شايف شوف لك طلع عفوا حضرتك بياع الغاز؟ قصدي بيعت الغاز؟ لا جوزي، بس إذا بدك خذ. قديش؟ قديش عم تاخدها؟ 110. معناها ب 110. يلا تفضل. عادل الإمام ما بيحب الخيار، مو طيباته الخيار. قوم خلينا نمشي. لك طول بالك لحتى نكملها للمسرحية. انت ليش مستعجل؟ انا مو مسافر هلا، مسافر بكره. ليه خلص لك هون. اسمع اسمع. الخيار مفيد بجيب لك جدا. خللوه. بدل ما انتوا واقفين كده، اقعدوا خللوه. حلوة هيك. خللوه. شلون بده يطلع معه الحكي وحواليها العصابة كلياتها؟ ما بيطلع معه الحكي. أنا ما بتفرق معي، نقي على كيفك. أنا ما بفهم بأناني الغاز، شو بيعرفني؟ ايه وأنا ما بفهم كمان، جوزي هو اللي عم ببيع. عندي الغازات الصغار فاضيين، بتعرفي تعبيهم إذا جبت لك إياهم؟ يا أخي ما بعرف، والله ما بعرف، شو بعرفني أنا؟ طيب، بس يصل جوزك زمله منك. تكرم عينك. وين راح هذا؟ شوف هلا بيحط هروب بسندو، ما بيعود يطلع معه الكلام. اشتري علي يعني من الساعه 6 للساعه 8. شو بدك يعني بالتلفزيون؟ ايه بالتلفزيون يعني بالنين هيس الزيون. التلفزيون واي واي بالتلفزيون الناحيه جنينه الحيوانات يعني لا قلتك الحيوانات. هلا مو صرت شايف المسرحية 100 مرة، على شو عم تضحك؟ لا كل مرة بضحكني يا أخي هذا عادل إمام. خيو أنا رايح. إيه روح شو ساوي لك؟ خلص استنى حتى نكمل المسرحية. قال له الساعة 4 راحت عليك. شوف هي شو بتطلع على نحي نحي بوها 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 بو. شو رأيك اشتري لك شريط وتخليه عندك؟ عندي واحد بالبيت. راح وحط علينا شو مرتخية؟ يا مرتخي ملي لنا كاسة شاي زكاتي. خدي عني انت الغاز، عندي الغاز اللي جوا فاضي. انت بقى انت على الارض، انت بقى وبهذا الحرب. شو ما تخافي انا عم بعمل هيك. بتعمل ايه؟ انت بدك تنزل حالك، انا بروح هناك كثير لساعة الليل. ليه؟ لا وانا فندم، لا وانا مرتخي تعي لك شوي طفيها شوي. هاتي لك مرتخي. مرتخي تعي لك شوي طفيها شوي. هاتي لك مرتخي. مرتخي تعي لك شوي طفيها شوي. كان محمد مين ما حفظ؟ انا مش عرفت كل واحد اسمه محمد. كل واحد اسمه محمد يعني شو معناته؟ يا اخي شو حبه لعادل الامام؟ كنت الوقت تثبت ازاي انك كنت في جنينه؟ التذكره لسه معي. شوف شوف المشهد هون.
الحمد لله على رايح. طول بالك العمل شو بتقدر. ايه يا ابني التاريخ مكتوب تحت حدائق الحيوان بال. ايه ده يا اخي؟ شوف انا شو طالع من جيبته كراكين. شوف بيطلع غزال يا من جيبته لعادل امام. شو حافظك للمسرحيه؟ لك مع بعض لو طلعتوا كده يعني. يا بابا الله يخليك ما رح اقدر. بعد اللي صار بدي ضل قلقانة وعم فكر شو صاير فيه. احكي معه اذا بيرجع بيتجوزني انا موافقه، المهم يضل ابني قدام عيوني. لك شو يرجع يتجوزك؟ عرسه الخميس. مو مشكلة بنزل على ضرة على ثلاثة بنزل، المهم ابني يضل قدام عيني. أنا بدي طلعه دكتور جامعة، رح يطلع لي يا بياع غاز. غلطت حالي قلطة طلعت مثل النفجة. نعيمة جدو نعيمة. الله ينعم عليك، لك تقبر قلبي إن شاء الله، تعا تعا اقعد هون قدامي، خليني مشط لك شعراتك، شوف شو في براسك. لا تخافي ريحة الغاز تروح كل الحشرة، لك تقبر قلبي. اوف 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 اوف. كنت عم بتفرج على شاهد ما شاف شي حاجة على عادل امام، امتلتهيت ونسيت انك هوني. ولك تاركني كل الوقت وقاعد عم تتفرج على عادل امام؟ شفتي عجبك على هالشغلة يبعث لي حمى ان شاء الله. حمى وحدة؟ ما وحده ما بتكفي، لك هون تضرب انت وهالكسوره. انا واقفي واقفي لعليك هون. لك روح قول لعادل امام تبعك. حنان شبكي شو القصة؟ شو القصة؟ كسوره بحياتك ما بتنسيها، بحياتك ما بتنسيها، عن جد انا بحياتي ما بنساها. لك ها لا تلحقني بلم عليك كل العالم. سريعة عجبك على هالشغله؟ منيح هيك؟ والله ما فهمت شو صار، شو اللي صار؟ لك هاي مرتي، مرتي على اساس انه طالعه قزدوره، بس قلت لحالي بحط اناني الغاز معي مشان ما انشلش، قامت طلعت مسرحيه شاهد ما شاف شي حاجه قمت نسيته، بس مزيت. يا حرقت رينك على هالشغله، من شي قليل نسوان تهرب منها، لك حدا بيترك مرته بالشارع؟ ما بعرف، هلا بدنا نرجع من اول وجديد، تعال دور معي على الخاتم لنشوفه وين. لك ليك ولميته، مرة ثانية طالع لها فوق عرفني عليها، وتفرج على كيفها. لك أنا لو عرفان إنه هي بالسيارة ما كنت قعدت بس نسيتها، بس سريعه، هات الأناني والحقني. تعال هون شو أناني شو؟ وقف شوي. في حدا ما بيغلط لك بنتي؟ بس مو كل ما دق الكوز بالجرة تزتيله الخاتم بشو، هذا ما بصير. إذا ما بزتله بوشه ما بيتعلم، يا بصير بني آدم يا ما بلاها ابنه. إيه بس يصير جواته أبي علمي، بس يصير جواته. إيه هلأ مرئي لي إياها على خير، مرئي على خير، بلا ما يطلقك قبل ما يتجوزك رجال، بلا ما يطلقك. لا يطلقني قبل ما يتجوزني أحسن ما يطلقني بعد ما يتجوزني. تعرفي أنت ويا رح تجننونا. أنا ويا؟ لك في حدا بالدنيا بترك مرته بالشارع وبيقعد بتفرج على عادل إمام؟ لك بنتي مرة أبوكي وعدني بالشارع ونسي. بلا حكي فاضي، بلا حكي فاضي. هلا أولا ما كنتي مرتي، ما كنتي مرتي. ثانيا كنا نحب بعضنا، كنا نحب بعضنا. ثالثا أنا ما كنت عم تفرج على عادل إمام، مو على عادل إمام. لك على مين؟ على غوار، غوار طوشي. بدي امصع الرقبة تبعك، فهمان؟ الرقبة تبعك بدي امصع، عم تسمعني؟ سمعتي شو قلت له للقط؟ بدي امصع الرقبة تبعه. قومي حطي لي عشا. عم قل لك قومي حطي لي عشا. كأنه ويا ناصك لتكون شربان شي دواء هلوسة. لما بقول لك قومي حطي لي عشا بتقومي بتحطي لي عشا. ما بتعدي بتتفلسفي علي؟ قومي لشوف يلا. مالي خدامي عندك. لك ليش تزوجتيني اذا ما بدك تخدميني؟ مو انا اللي طلبت ايدك من خالك وتجوزتك، انت اللي عملت هالشي. بقى انت اللي تجوزتني مو انا اللي تجوزتك. ليش تجوزتني؟ شلون ليش تزوجتك؟ الرجال لازم يتجوز. مزبوط، بس ليش تجوزتني الي بالتحديد؟ ليش تركت كل النسوان اللي بتعرفهم واجيت طلبت ايدي؟ نصيب. نصيب وقت واحد بيكون شاف وحده وراح خطبها،
بس مو نصيب لما بيكون لا بيعرفها ولا سائل عنها ولا بيعرف كيف معاملتها ولا كيف شكلها. ايه ليش برأيك؟ مشان يترزى تجرى من هالتجرات. وليش عم تحكي معي هيك؟ طلبت منك شي مرة فرانك مو حقي؟ ها؟ ليش عم تحكيني هيك؟ لسه ما أخدت، بس ناويت اشكل شي بعد ما تروضني. هذا إذا طلع بإيدك تروضني. هتمد إيدك تاني مرة هلا منشوف مين بدروض التاني، أنا ولا أنتي؟ قرب. يووو ويني؟ موتيني من الرعبة. دخيلة دخيلة اللي وز دخيلة ليك، يعني أول مرة برجع في حياتي شغفيها. أول مرة يا لطيف. ليه عم تصلي علي شوي؟ أبدي فرجيك شغلة بحياتي أهلك ما شفت فيها. سلم. الله يسلمك. سلم. والله الله يسلمك. استسلم. استسلمت. أيوة مثل الزيتون عم تجي ولا بالراس. هلا بجيب لك قهوة وسط. في لحظة مفاجئة من الشاحنة الآتية بوجهها. نشكر الدكتور خليل أبو الدوالي على المعلومات القيمة التي أعطانا إياها، وفقرتنا القادمة عن موهبة نادرة قلما تحدث في حياة الإنسان، موهبة لم تأتي عبر التعلم وإنما فاجأت صاحبها، ولكن بعد سماع هذه الأغنية. هو علينا بحطوا مقابلة بعدين غنية. أم سمير؟ أم سمير؟ خير إن شاء الله. قتلت شي حدا تاني؟ لك لا لك خلصها بقى، هلأ بتطلع المقابلة بعد الغنية. هلأ حكوا؟ لك ما حكوا. مسكي هلأ بس تخلص الغنية دغري بتكتسي زر التسجيل. أنا بدي أتصل لأنه هذا تبع التسجيل؟ لك هذا مو تبع التسجيل، هذا اللي بطالع الشريط، هذا الأحمر تبع التسجيل. إيه إيه. مرحبا سمير. هم هم فتح التلفزيون، فتح التلفزيون. احلى ما تروح عليك مقابلة. ايه ايه وينك سمير؟ يرضى عليك اتصل اخواتك البنات كلياتهم. ها كلياتهم خليهم يتفرجوا عليها. لك يا اخي انا ما بعدل لانه انا ما حلحي. ايه الله معك. مع السلامة. مع السلامة. الو مرحبا خالد. فورم فورم افتح المقابلة. ايه ايه عن فضائية عن فضائية. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. يا حطيب تعرف شو نسي؟ نسيت إلا لسمير على أنه محطة. هلأ بيفتح على الأرضية ما بيحقق من أولها. الأرضية والفضائية هلأ سوا ما بتفرق. مزبوط. مع مين بدك تحكي كمان؟ بابن أختي بأمريكا. بجوز يكون نايم. ليش؟ لأن الوقت عنا غير عنده. فبتروح على المقابلة بسجلها على الفيديو وبعدين بأرجيها لأصحابه. لك يلا يا شباب بسرعة بسرعة بسرعة. دو صوت شان جيرام شان جيرام. دو صوت لك دو صوت. معنا مخرج مجنون بيفركش أول بسرعة. جيبوا كمان تعدى. روح لحقه روح بسرعة. لك بسرعة مشان جيرام شوي شوي. جيبوا تعدى يلا روحوا. صباح خير. صباح النور. وين كاين؟ كان عندي سفرة امبارح بالليل ميت من نعسي. ايه ما راح تقدر تنام لانه ابوك اتصل من شوي مشان المقابلة. ما تروح عليه لازم راح تطلع اليوم المقابلة. مرة تانية لا بقى تقترح هيك اقتراحات هلكنا يا رجل. لك غلطنا وحكينا. انا بعرف هيك بده يصير. خيو الك ولا للديب؟ خاصة الديب. لازمني شوية مصاري. معك شي قرشين بضاعة؟ قديش بدك؟ 4-5000 ورقة. اذا في اكثر بيكون احسن. اكثر ما في بس 4-5000 ليرة بدبر لك. شو وصلك انت؟ ما بيعطوك اجار على الكم يوم؟ يضربوا هني هالاجار عم يعطونا بس ما عم يلحقوا يقعدوا بجيبتنا ساعة الا وعم يطيروا. مصروف كبير لك خيو. صار لي معك 12000 صار لازم تبلش ترجع بدل ما تاخد. اذا متضايق بلاها خدهم ما بدنا اياهم. مو قصة متضايق بس المصاري ما بتنغص حدا. هدول بيجيبوا لي طقم كنبايات. خلاص بقى بيقرب وقت منرجع لك اياهم. ما متأخر عليك. لك فسي فسي لك خلصت غنية. خلص أخي ما رح أعطلك المقابل بعدين بحكي معك. أبو سمير هذا مو بيتنا. يمكن مخربطين. هلا 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 بعدلوا. ليش؟ لأنه كل الكلام والمواصفات تبع الحكي اللي كانوا عم يحكوه بتنطبق علي أنا بس.
يبلغ أبو شاهر من العمر 75، وحتى 74 من عمره لم يكن يحب الشعر أبداً، ولكن وتحديداً في 74 باغتته هذه الموهبة دون أن يدري، فبدأ يكتب الشعر. العمى هلا إيه من كتب كلمتين صار شاعر؟ جرت جوارب شو إيه من صف الثواني قال أنا حلواني؟ في الناس وفي وحشة وفي أنسي والعين تبكي ما بدي اسمع هاتي للا نحن في مهن يضرب هو وشعره. العمى هلا الذكر يكتب شعر بعد ما وصلت للأمل التم. تقبر قلبي وانت كمان حلو لا تزعف. حطك مشكلتك جاية على نسواني شوي رب ما اسألك حاطت مكياج تعال شوف انت يتقبر قلبي على هالجمال ولي احسن شي بنقي وبعدين برجع بحطه بلبقه مع البدلة. لحظة لحظة يا ابي لحظة يلا أبي أنا رايح بدك شي جيب لك معي؟ لا سلامتك بس جيب لي كم مجلة بطريقك. وين عم تروحي بكل هالمجلة؟ عم بقراهم يا أبي. إيه بعرف بس ما عم شوفهم بعد ما عم تقريهم وين عم يختفوا؟ عم كبهم شو بدي بالمجلة بس خلص قرايتها. ماشي يلا خاطري مع السلامة. عم اقول لك نسوه مو بقصدي بشو احلف لك حتى تصدقي. ما في داعي تحلف لي تقبرني ساده بس ما بصير هالحكي. مو معقول مشان عادل امام تنساني بالشارع. يعني لو شايف لك شي قمله ذريه عم تفقع ولا شايف لك شي بركان عم يدوب بالصخر ولا شي زلزال عم بيهز الارض كنا انا فيها وما فيها بس مو معقول مشان شاهد بشر شي حاجه. خلاص خلاص طب مره ثانيه ما بقى عيدها بنو بجوز ما تعيدها نفسها بكره بتعمل لي شي عمله على قلعن منها. اللي مثلك يا مرزوق ما بتهموا مشاعر المرة بدها تشاركهم بحياتهم. المشكلة مو بعمايلك نفسها، المشكلة فيك كلك على بعضك. عمي شبك قاعد مثل قفك هم ما تحكي لك شي كلمة. يقطع عمرك يا مرزوق يقطع عمرك لا تواخذني بهالكلمة. يعني كل ما رقعناها من جنب تبخشها من جنب تاني. ايه بتبخشها من جنب تاني. لك يا عمي عم قلكم نسيت نسيت يعني صافونا. طولوا بالكم لك ابني طولوا بالكم. ما في داعي لطولة البال، ما حدا مضطر يتحمل حدا، اصلا لسه ما صار شي. شو بفهم من كلامك يعني ان اجل العرس الغي؟ ليك على الحكي ليك على الحكي بدي افهم بس انا نحن متجوزين ولا ما لنا متجوزين؟ متجوزين متجوزين على الورق وراح يتم على الورق لحتى تنصلح امورك. شو بدي اعمل لحتى تنصلح اموري؟ كل القطع تبعك بدها تبديل لحتى تنصلح منجيب واحد وكاله بيكون احسن. نعم شبكي عم تبلجي بلاش يعني انا سكراب انا شو اعمل؟ اسمعي لي خيتو بدك تتجوزي لحتى نفهم ما بدك تتجوزي خليني اروح دور على وحده ثانيه انا ما عاد اقدر اقعد بلا جواز وبعد هيك. شو يعني حبيبي عم تهددني؟ مثل ما بدك افهميها. ايه روح دور على عروس. ايه رايح ليك على الحكي كل ما توصل لقمه للتم بتنطمزي. شو عليه شو عليه هيك احسن لك احسن لك. شو عم يهددني؟ انا اللي غلطانه ولا هو؟ لك ايه غلط وعد هزار مرقي له اياه. شو بدي مرق له مرق؟ ما بصير انساني بالشارع فكر صاير معه شيء. جرب استاذ جرب حياتي الاستاذ شفيق اللي بعث لنا اياه من الشام. اهلا اهلا هلا هلا تفضل تفضل اهلا وسهلا تفضل استريح استريح هلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك
الله وكيلك عامليني جوكر بالوزارة، وين في شغلة معصلجة بيزتوني عليها. الله يسامحك يا أستاذ، شو معصلجة ما معصلجة؟ لا هي الموضوع إنه في ضغط شغل. إيه يعني هذا قصدي ضغط. هسا شو بدنا من الحكي اللي لا بيودي ولا بيجيب؟ خلينا بحكايتك هسا. اسمع يا أستاذ، نحن جهزنا لك مكتب وجواته غرفة نوم. يعني إذا حبيت تنام شي يوم وما تروح الشام بيكون كويس، ولا تنسى بيوتنا، بيوتنا كلها على حسابك، ترى أنت ضيفنا. يعني جناح؟ جناح؟ يا سيدي بتقدر تعتبره جناح. يا ريت كمان تخصصوا لي سيارة مشان انزل واطلع فيها على الشام. سيارة؟ الحقيقة يا أستاذ يعني بالنسبة للسيارة بدك تسامحنا، ما بي عنا غير سيارتين وبيك اب، يعني قصدي مو قد المقام. سيدي بيك اب بيك اب، المهم تمشي يعني توصلنا. ايه زي ما بدك. اسمع يا استاذ نبيل. نعم استاذ. بتاخذوا السياره من امين المستودع وبتعطوها للاستاذ شفيق، عيب ضيفنا. حاضر استاذ حاضر. يا ريت تدلوني على مكتبي استاذ، لانه انا بحب الشغل وبدي باشر شغلي فورا. ايه تكرم عيونك. هسا الاستاذ نبيل بياخذك بالسياره اللي بدك تستلمها. ولشو السياره؟ ليش مو هون المكتب؟ هون؟ لا لا، نحن عملنا لك مكتب بعيد من هون شوي، يعني مو مشان شيء، بس يعني بدك تقول هنيك بتاخذ راحتك لحال. استقلال ذاتي، استقلال ذاتي، لمشاريعك لحالك وما احد بيزعجك نهائيا. يعطيك العافيه. الله معك. ايه وشو قاروط العز هذا؟ بعثين لي واحد من المدينه معنطز وشايف حاله؟ والله لا حرمك تمرق من هون يا خويثي. انت منال؟ تفضلي. يي بسم الله الرحمن الرحيم. اهلين منال، اهلين وسهلين. كيفك؟ ارتاحي؟ طمنيني شو حاسه هلا؟ دكتور ما بقدر اتنفس، موجوعه. اي الوجع مو مشكله، الوجع مو مشكله ابدا، يعني انت بتعرفي بعد كل عملية لازم يصير في شويه وجع. سوي فكي للاصق. اي شوي 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 شوي، لا تخافي لا تخافي على حالك، ما راح يطلع عم فيك مع اللاصق. ما شاء الله ما شاء الله، لا ما حتحتاج عمليه ثانيه نهائيا. سوي فرجيها انفك. دكتور مثل كأنه ما تغير فيه شيء، لساته مثل الأول، ويمكن كأنه ما يلعب جنب. لا 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 تخافي لا تخافي، يعني مو مثل الأول لساته، بس بده فترة لحتى ياخذ وضعه طبيعي، بده 6 شهور على القليلة. مو أنا المستعجلة بصراحة، بدي زبطه قبل ما يشوفه عريسي. معقول؟ عريسك لهلا ما شافه؟ لا هو مو هون، مسافر. طيب عريسك أمتى بيجي؟ بعد شهرين. ولا يهمك ولا يهمك، هي رغم صعوبتها شوي بس ان شاء الله ان شاء الله يا منال رح يرجع عريسك ويلاقي اجمل منخار بسوريا كليات عم يستناها. سلوى اعملي لها تحويل ليوم الثلاثاء الجاي، بدنا نعمل لها عمليه مستعجل حل وش الحلو. انا جاي على الاستديو فورا. باي باي. شو هالبيت يا استاذ منصور؟ مدهش، بيت مثل الحلم. إذا اتكلنا على الله، هون عنا بأرض الديار بيتسع لـ30 متفرج، وفوق بيوسع حوالي 20. قول شي 50 واحد. يا ستي 50. ايه استاذ منصور، وهون منحط برادي هيك 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 على طول الحيط، بنعمل لها فتحة مشان الممثلين يدخلوا يطلعوا من هون، يعني مثل الكواليس في المسرح. ممتاز، يلا بلا تضيع وقت، هلأ هدفنا القريب اختيار نص. طيب شو رأيكم نقي شي من شكسبير؟ فكرة كتير معقولة. لا 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 لا، لازم نعمل نص يتوافق مع روح المكان. ولما كر أبو زيد الهلالي وربع الفرسان، أيوة أيوة، على الزنات قاهر الجان قبل الإنسان، هجل عجاج ومد. لا 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 لا، إذا مو شكسبير فمو أبو زيد الهلالي. أنا رح جهز لك نص، أستاذ منصور موافق؟ موافق.
يلا يلا حبيبتي خلينا نمشي هلا. صرت شك بكل شيء، بشغلة الجناحي اللي بالدائرة، بشغلة نقلته على درعا، بشغلة كل شيء. شو بلا ميادة؟ بالأول ما كنت تشكي، شو اللي خلاك تصير تشكي؟ مرزوق شك فيه، مو أنا. محلك بصدق جوزي وما بصدق حدا تاني. لو مرزوق حكى لي إلي كنت بقول بده يفتن بيني وبين جوزي، بس مرزوق حكى لشفيق وشفيق حكى لي. طيب وإذا كان؟ شلون وإذا كان؟ لو مرزوق ما شاف شيء ما كان شك، أكيد شاف أو لاحظ أو سمع من حدا. لا تشوفي مرزوق أهبل، مرزوق مثل النمس بيعرف كل شيء. طيب ليش منبكي حالك؟ روح اسألي مرزوق. ما بيحكي لي، مو معقولة يفضح أخوه قدامي. جربي، شو خسرانة؟ علي اشوفك والقلب يرتاح، ريحني يا حبيبي من نار الاشواق. حب ليلى ليلى. لك ليش بعيد كل هالقد؟ هذا المشروع الاول، لسه الثاني ابعد يا استاذ. اي معناتها ما بلحق اروح وارجع على الشام كل يوم هيك؟ بسيطه يا استاذ، بتطلع قبل الدوام وبتطب بالليل ان شاء الله بالشام. معناتها اليوم ما راح طول، بدي ارجع جاهز حالي، لانه مو مجهز حالي بنوب، بدي ارجع دغري هلا. كلمه لك يا استاذ، نحن علينا تقول ونحن ننفذ. ما سمعت الاستاذ حمد شو قال؟ استقلال ذاتي. رجع لي اشوفك والقلب يرتاح. ما عندها غير هاي الغنية؟ هذه جديدة جديدة. وينك وينك رافي رافي رافي؟ شو بدك؟ فوت عاوزك بموضوع. ما بدي فوت، شو بدك؟ ايه امانة تفوت. لك اخي ما بدي فوت. يعني عب الله بدك تفوت. روح يفوت الله. هات ايدك لقلك. يا الله يا الله. الله شو هاد يا لطيف؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. حاطي دقات. شو هذا؟ قديش يوم بالشهر؟ شو بدك مني؟ شو كان بدي منك؟ خرب بيت. عاوزك بموضوع. ما في، انا كنت عاوزك بموضوع. شو؟ شو كان بدي منك؟ الله يوفقك. خلصنا رافي، انت ابو الافكار الله يخلي لي اياك. بدي طلع شلون يطلع بحفظ يا حبيبي؟ بعرف بحفظ، بس بدي طلع من دون ما اسخن، من دون ما شو كان، دون ما اخسر ولا فرنك. ايه خلي هي اللي تطلع. ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال يا رافي، ما بيمشي. لك اخي على الطالعه وعلى الناس دي، كل ما شفتها رايحه وكل ما شفتها جاي سفاكه. يعني هيك رافي. خلصنا رافي، هي طلعت بتلعب كاراتيه. لك خلصنا. يا الله يا رافي، طلعت بتلعب كاراتيه، حزام اسود، مدري كم حزام تانيين، تايكوندو، كيك بوكسينج، مدري شو هو. ما بعرف شو بيساوي يا رافي، ما بعرف شو بيساوي. يهمل ولا يهمل، نصيبك بده يصيبك. شو بدك تساوي؟ الله يسامحك. سامحنا جميع. امرن الموبايل. فشت على الموبايل. فشت يا فشت على الموبايل. الو اهلين اهلين. الحمد لله، مقطوع نفسي كنت راكد لانه بالمحل عم نطفو. اهلين اهلين. حاضر، مع السلامة. الله معي. ما بده شيء، بده يعني روح أخطب. أخطب بدي، بده يعني روح أطبخ لأنه عازمي عالم على الغداء. عزني عزني. شبك شبك من هون. هذه طالع. خليك واتحرك. افتح الشباك. افتح.
لعم شو صار له؟ وين الإدارة؟ ماني شايف إدارة. هاي الإدارة أستاذ، تفضل. إن شاء الله مكتبي هون. مكتبك هون، شرف أستاذ، تفضل. شرف. شو المكتب هاد؟ هذا المكتب أستاذ. هون غرفة النوم أستاذ. وين المنافع؟ حطينا لك لكن للغسيل، وجبنا لك غاز، وسخانة. ومشان الشغلات الثانية عدم المؤاخذة هناك ورا الرجمة. شو ورا الرجمة هي؟ نائب مدير عام وعلى شعر معاون وزير ورا الرجمة. يا أستاذ مو عارفين بدك تجي اليوم، بكرة الصبح منعمر لك محل يليق بالمقام. هل هذا بتسميه مكتب هاد؟ شو هاد؟ يا أستاذ كلهم أربع خمسة أشهر مو محرزة نتخسر عليهم عفش. طيب والكهرباء؟ والله كهرباء ما في يا أستاذ، لأنه أقرب خط 7 كيلومتر. شو هالحكي؟ ومي كمان ما في؟ لا هذا صهريج المي كل يوم نعبيه أستاذ. ومي الشرب؟ هذا الشرب وللغسيل أستاذ. شو ها شو نقليني على المنفى أنا، لا تليفون لا كهرباء لا مي. يا أستاذ بالعكس، بكرة لما تقعد هان وتشم هالهواء نظيف ما عاد لك نفس تروح صدقني. خلينا نروح نستلم السيارة مشان لحق أرجع على الشام. شرف أستاذ، شرف. جوزها ساكنة هون، ما بقدر بطلع لفوق. خود عمي، خود هاي الموبايل واتصل فيه زكاتك. خلاص خلاص رح عنده آخر مرة، إذا ما حدا رد بتصل. أوتوماتيك تطلع معي. لك عيمات. بابا الله يخليك، تعال احكي معه. رح احكي معه، فوتي انت لجوا. ليه بدي فوت لجوا؟ لك بدي أسمع فنجان قهوة وما حلوة افتح الحديث بالشارع قدام الناس. ماشي ماما، فوت لجوا انت. لا 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 خليه هون مشان يحكي لابوه كل شيء صاير معه. طيب يا ابني يا مرزوق، اجلنا العرس، بدي عفات ينزل مشان اخده معي. في مجال تطلع لعندي شوي؟ بدي احكي معك بموضوع. بطلع بس بشرط ما حدا منكم بيحكي كلام برات الطريق. لا 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 اطمن، مكانتك محفوظه. عماد لوين رايح؟ رايح اوقف لك جنب السيارة. افايض عليك، خليني اعرف احكي مع جده. هي نزلت لك عماد لتحت مشان تتفضلي. يلا يا رب. تفضل. يلا يلا طياني. تفضل سيدي. تفضل تفضل. تفضل انت. لا والله الواجب الك. لا لا واجب. علي حرام غير انت تفوت. لا 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 ما بصير. كبرت براسي انت بدك تفوت. ايه تفضل. شو بدك؟ مشان عماد، أكيد أنت بترد له الخير. أكيد أكيد عم يفوت بالموضوع. يعني الولد بده اهتمام، بده عناية، بده رعاية، فشو رأيك تخلي هالولد عند أمه؟ منه بتهتم فيه ومنه أنت بتاخد مجدك مع مرتك الجديدة. ليش مخليه بلا أكل أنا؟ مو هيك، لا غسيل أواعي، لا حمام، لا عناية، مثل ما هو ابننا، ابنك كمان. لك لك انا ليش بدي اتجوز مشان جيب له حدا يغسل له اواعي؟ ها هلا انت احسبها على حالك، في مره بتهتم بولد مثل ما بتهتم في امه؟ غصب عنها، ما عجب الله مع دواليبها، وين ما ضربت ايدك بتلقط مره. ما في اكتر من نسوان. ما اختلفنا، ما في اكتر من بزرتون، بس الولد لازم يربى باحسن شكل. معلش عمي معلش، شو رأيك تأجلي الحكي بهالموضوع لبعدين؟ محتاجه شوي هلا لعيمون. مثل ما قلت لك عمي هلا معطى. مرحبا. أهلين. شو بدك؟ شو في؟